للمزيد معنا من لندن مراسلنا أشرف سعد. يعني أشرف، بداية أهلا بك. ثانيا، ما الذي يمكن أن يشرح عن هذا الاجتماع وسط يعني تزايد الخلافات بين الطرفين؟ ما زلنا في انتظار هذه المكالمة الهاتفية بين بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية. كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه غادر لندن قبل بضع ساعات متوجها إلى بروكسل لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على آخر تطورات المحادثات التي علقت اعتبارا من ليلة أمس بسبب خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية، أو حسب البيان المشترك نقاط خلافية لم يتسنى حلها حتى هذه اللحظة. ما نأمله من المحادثة الهاتفية بين بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية هو اتفاق على إعادة استئناف المحادثات من جديد بعد أن علقت. صحيح أن الوقت بات ضيقا للغاية ولم يعد هناك الكثير من الفرص لاغتنامها حتى يمكن التوصل لاتفاق، ولكن على الأقل استئناف المحادثات يمكن أن يعطينا دفعة جديدة باتجاه التوصل لاتفاق قبل نهاية هذا العام. لابد أن نشير إلى أن هذه محادثات لا علاقة باتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا نهائيا في فبراير الماضي. شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا أشرف سعد.